تحياتي. النهاردة هكلمكم عن الإمام العلامة شيخ الإسلام وإمام المفسرين وكبير مؤرخ الأمة الإسلامية وأكبر علماء الإسلام تصنيفا وتأليفا، الإمام الطبري، وكيف قتله أتباع المذهب الحنبلي بطريقة بشعة وبلا رحمة بالرغم من كبر سنه، وكان قد تجاوز سن 85 من عمره. ولد الإمام الطبري 838 ميلادية وتوفي 923 ميلادية عن عمر يناهز 85 عام، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، فقيها في أحكام القرآن، وقام بتأليف جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري، وتاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، وكثيرا من المؤلفات الأخرى. يتربع الإمام ابن جرير الطبري على قمة سلم التصنيف لعلماء الأمة بلا منازع، فهو أكثر علماء الأمة تصنيفا، ويعتبر رائد علمي التفسير والتاريخ في الإسلام. وبالرغم من كل تلك المواهب والتبجيل والتقدير، إلا أن أصحاب المذهب الحنبلي كفروه ورفضوا إمامته والصلاة خلفه، وأشاعوا أنه من الروافض، ورموه بالتشيع والإمامية، وقلبوا عليه العامة من الشعب ليشتموه ويسبوه. ودي كانت بداية محنة الإمام الطبري. كان المذهب الحنبلي هو المذهب السائد بأرض العراق خلال القرنين الثالث والرابع الهجري، وذلك بسبب صمود الإمام أحمد في محنة خلق القرآن. وهذا الصمود أعلى من شأن الحنابلة ورفع من قدرهم في أعين الناس والعامة، وأقبلوا على تعلم العلم وفقا للمذهب الحنبلي، حتى أصبح الحنابلة الأغلبية في أرض العراق. وكان رأس الحنابلة بالعراق أبا بكر محمد ابن الحافظ أبي داود صاحب السنن. وكان بين أبي بكر والإمام الطبري مشحنات وخلافات فقهية وفي التفسير، ولكن للأسف هذا الاختلاف أخذ منحنى تكفيري بسبب التعصب المذهبي، وتحول الخلاف بين الرجلين لحملة شعواء على الإمام الطبري، زاد من اشتعالها الجهل ودخول عوام الناس في القضية، وهم بالطبع وقود أي فتنة. وهذا ما يحدث حتى يومنا هذا، يعني عندما يقوم التكفيريين بتهييج العام على كل مجدد أو مصلح أو مخالف لهم بحجة حماية الدين، يعني دي مشكلة طبعا. المهم نرجع للطبري. قام أتباع المذهب الحنبلي بقيادة أبي بكر أبي داود بإشاعة الأكاذيب والأباطيل على الإمام العلامة الطبري، والتي فيها نعتوه بالكفر والتشيع، وللأسف صدقهم الكثير من عامة الشعب، وذلك لعدة أسباب. أولا، تأليف الإمام الطبري كتابا في اختلاف العلماء والمذاهب في الأمصار، وكان كتابا ضخما، إلا أنه لم يذكر فيه المذهب الحنبلي. يعني هو من الآخر كده ذكر جميع المذاهب، الحنفية والمالكية والشافعية، وتكلم عن المذاهب الإسلامية، ولكن تغاضى عن ذكر المذهب الحنبلي في كتابه هذا، حيث كان يرى إن الإمام أحمد مجرد محدث ضيق الأفق ذو منهج متزمت جامد غير قابل للبقاء، ولم يكن يعتبره فقيه، لأن الفقيه يجب أن يتمتع بسعة الفقه والأفق، بسعة الأفق خاصة، لأن ضيق الأفق والتزمت والجمود لا يستطيع بها أن يكون فقيه. المهم أن الحنابلة وجدوا أن أراءه هذه فرصة جيدة للنيل منه، والتشنيع عليه بكراهية الإمام أحمد حتى يقلبوا عليه العامة من الشعب، وقالوا ما دام الطبري يكره الإمام أحمد، إذن فالطبري فاسد العقيدة، معتزلي أو شيعي رافدي. وكانت هذه التهمة في ذلك الوقت كفيلة بالإطاحة بأكبر الرموز والعلماء، حتى لو كانوا من طراز الإمام الطبري رحمه الله. ومن الأمور التي ساعدت أيضا على قبول العامة لفكرة التشيع الطبري، تجميعه للحديث الذي يستدل به الشيعة على أحقية علي ابن أبي طالب بالخلافة، وهو بالطبع حديث صحيح لا شك فيه، ولكن لا دلالة فيه على حقية علي بالخلافة، وكان تأويله لهذا الحديث يختلف كليتان عما ذهب إليه الشيعة من تأويل خاطئ. الحديث طبعا هو اللي هو من كنت مولاه فعلي مولاه. والسبب وراء جمع الطبري هذا الحديث هو قيام أبي بكر ابن أبي داود وغيره من علماء الحنابلة بتضعيف هذا الحديث بالرغم من صحته، وقد أقر أبي بكر ابن أبي داود بعد ذلك بصحة الحديث.
يعني احترف كمان ان كان الامام الطبري على حق. وهنا تكمن مشكلة اتباع المذهب الحنبلي، وهو قيامهم بتضعيف اي حديث لا يعجبهم حتى لو كان صحيح، عكس الطبري الذي كان يعتمد على التدقيق والتيقن قبل قبول الحديث او رفضه. وما أزاد محنة الطبري مع الحنابلة رفضه لعقيدة الإقعاد التي كان يروج لها الحنابلة. ومفاد هذه العقيدة أن الحنابلة يفسرون المقام المحمود بإجلاس المولى جل وعلا للنبي على العرش يوم القيامة. ولكن الإمام الطبري كتب كتاب يبين فيه بطلان هذه العقيدة وفسادها، والحديث الذي ورد في شأنها كاذب وضعيف، مما زاد من كراهية الحنابلة له. كل هذه الأمور جعلت المحنة تستحكم وتضيق حلقاتها عليه، ضيقوا عليه بطريقة صعبة جدا بالرغم من كبر سنه. يعني أنا هتشوفوا دلوقتي كلام صعب جدا هيتقال في اللي عمله الحنابلة مع الإمام الطبري. يعني الامور جعلت كل الامور دي طبعا، لان هو كان على خلاف معاهم يعني فقهيا، هو كان عالم جليل، فهو ما كانش بيقول المعلومة من فراغ. وللاسف الحنابلة ما كانوش من النوعية اللي هو عندهم الاخذ والرد، ولا كان عندهم التزمت، كان متزمتين جدا حتى لغاية النهاردة يقول لك ده انت حنبلي متزمت، كان متمسك برأيه بطريقة فجة يعني. المهم ضاقت الحلقات عليه، وبعد تلك الهجمة الشرسة من الإشاعات والأباطيل والأكاذيب، قام الحنابلة بالتشويش على الطبري في مجالسه، وحتى الطلبة يعني كلام صعب جدا يعني حتى قاموا بتنفير الطلبة منه، طلبة العلم اللي كانوا بيجوا عنده وسبوه أثناء جلسات العلم. ومع ذلك ظل الإمام الطبري صابرا محتسبا مواظبا على دروسه لا ينقطع عنها، حتى قام الحنابلة ذات يوم بسبه وشتمه أثناء أحد الدروس، وأقاموه بالقوة من حلقة الدرس ومنعوه من الجلوس للتدريس وألزموه القعود في البيت. كلام صعب جدا. فقام الطبري بنقل دروسه إلى بيته، فكان يجتمع مع طلبة العلم في منزله، مما أغاظ الحنابلة عليه أكثر وأكثر. يعني حتى لما قعد في بيته وخلى الطلبة تجيله برضه مش عايزينه، فأغاظ الحنابلة طب اتغاظ الحنابلة أكثر وأكثر، واشتد غضبهم عليه، فدفعهم التعصب المذهبي لأبعد درجات الغلو والظلم، حيث قاموا بمحاصرة بيت الإمام الطبري ومنعوه من الخروج من البيت، ومنعوا حتى طلاب العلم من الدخول إليه. وظل الطبري حبيس بيته يعاني من الاضطهاد الشديد، وظل الحنابلة محصرين لبيت الطبري حتى فارق الحياة. وبلغت المحنة أوجها، ووصل التعصب لذروته عندما رفض الحنابلة فك الحصار عن بيته حتى بعد وفاته. تخيلوا يعني الراجل ميت جوه مش راضيين يطلعوه يدفنوه، ورفضوا أن يدفنوه في مدافن المسلمين، فاضطر أصحاب الطبري أن يدفنوه في صحن داره. يعني الراجل مات وبرضه الحنابلة ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الفكر ده، رفضوا حتى، طب ده حتى مش من الدين يعني اكرام الميت دفن، رفضوا انه يدفن، يا لدرجة ان اصحابه اضطروا انه يدفنوه جوه بيته. يعني انا اعتقد ان ممكن نقول اكبر درس ممكن نتعلمه من محنة الامام الطبري ان التعصب المذهبي هو الذي اضاع هذه الامة، وفرق بينها واضعفها، وأباح سفك الدماء التي حرمتها جميع الأديان. فالمتعصب ورث أفكار وعادات من الآباء والأسلاف والأجداد يراها المقدسات التي يجب التسليم بصحتها دون تفكير ودون إعمال عقل. ولذلك المتعصب يرفض تماما أي نقد أو رأي مخالف لما توارثه عن آبائه وأجداده. يا الموضوع كان صعب جدا بالنسبة له. وده نفس اللي حصل برضو مع الإمام المالكي، برضو الإمام الشافعي قصدي، آسف، الشافعية برضو لما بسبب اختلافه مع المالكية برضو قتلوه بسبب الاختلاف الفكري. للأسف الحل الوحيد ان يتمنع التعصب، من غير كده ما فيش حل، لازم يبقى فيه الرأي والرأي الآخر، غير كده ما فيش حل للأمة عشان تقوم. أتمنى إن حلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، وطاب مساءكم.